السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهي الحلقة 29 من سلسلة العاب اندرويد. هاي 5 العاب اليوم. اول لعبة اكشن، الثانية طيارات، الثالثة طيارات، هاي كلش حلوة اللعبة. الرابعة سيارات، والخامسة سيارات. خلينا نشوف اول لعبة. اول لعبة شوية غريبة، يعني مو مثل الاكشن اللي تعودنا عليه. تشغيلها ياخذ هواي وقت، عدة خطوات. شلون انت تاخذ ناس الك مقاتلين جنود، شلون انت تبني جيش الك تشتري ناس جنود. ما قلت لكم تاخذ هي هواي وقت حد ما يشتغل لها. بس انا جربت اشتغل، بس شوي اللعبة غريبة. مدرت هي لعبة أكشن، جربوها بس تذكرها شوية صعب بالبداية، فما أعرف يعني الخطوات ما تفهم، بس هي شغالة 100%. لعبتها أول مرة أول ما نزلتها، على يعني الخطوات مالتهم نيكست نيكست نيكست، ولعبتها بس مثل ما قلت لكم هواي بيها خطوات ما تشتغل. المهم خلينا نشوف اللعبة الثانية. اختار تشيل يعجبك، نختار هذا او هذا. جو لودينج، جو تنتظر النفاخ. ضربات لعبة حلوة عجبتني. وتكمل تقرا هنا عندك نشوف الفيديو. هاي اللعبة، نشوف اللعبة اللي بعدها. هاي شوية تحكمها صعب، لأن الناس راح تقول أكيد صعبة، اللعبة شوية غريبة. بلاي نيكست مشين تو. لعبت أول مشين، أول شي تضغط هاي، بعدين هاي. هاي ضغط على مود الطيارات، عجلات مال الطيارة تنشال. هاي سواري، هو هنا العدو. لما تشوفوا وين وتقصفوا فاير، ما هو واحد ما يعرف شنو فاير.
هنا يقول خطأ. هاي اللعبة، هنشوف اللعبة اللي بعد. هاي اللعبة اللي بعدها، ننتظر تفتح اللعبة، راح شوي تاخذ وقت بالبداية منك. صار انت الشيء تريده مثلا هذا الشكل، مثلا هاي الشيء. هاي اللعبة اول ما تبدي لازم انت على السريع تمشي، بس ما لحد انا ما عرفت لغزها، يعني هي قريبة نهاية يعني النقطة اللي تفوزها قريبة، بس من وحدة تنفجر. شوفوا شوفوا فجرت من واحد، ليش ما قلت؟ لازم انت تاخذ يعني شلون اقل وقت توصل للنهاية، وهاي النهاية هنا. فشوي اللعبة بيها تحدي صعب، تقدر تنطيها ريفريش او موت اوت. المهم خلينا نشوف اللعبة الخامسة والاخيرة. أبو هاي هم الطيارات، هاي الأخذ عليها اللعبة كلش حلوة. هاي الطيارة اللي تتحكم بالطائرة، وهنا تتحكم بيها هم. هنا عندك هنا عندك دول تقدر تفجرهم لازم. فجرت، هاي اللعبة لعبة حلوة، بس هاي اللي عندي هم تدرون شلون حلقة من حلقات نزلتها تقدر تشير الإعلان بدون ربط. تقدر تروحون على الحلقة تشوفوا الحلقة وتشيروا الإعلان تستمتعون باللعبة. هاي الخمس ألعاب لليوم، مشترك بالقناة ومشاهد الفيديوهات، هاي أول فيديو يشوفه خليه يشترك ويشوف الفيديوهات القديمة لأن أكيد راح يستفاد منهم. دعموا القناة زي ما تقدرون، في ناس تقدرون تسوون لايك وشير كومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.